ميدان سباقات السرعة ميدان الملك عبد العزيز في السعودية، وما زالت الخيول السعودية تتنافس على خط النهاية إنها توصل بأقصر وقت زمني ممكن، وهذا أيضا اللي يحصل مع الملاك، دائما عينهم على خط النهاية. في الحفل 21 لسباقات السرعة في ميدان الملك عبد العزيز كان في تألق كثير كبير للفرسان، وأبهرت الخيول ملاكها أيضا في هذا السباق بمنافستها وقوتها وأدائها اللي كان متميز، ولكن كان الشوط التاسع من نصيب قاتلتي لمالكها محمد المرزوقي اللي حصلت على جائزة مساهمة نادي الفروسية واللي كانت قيمتها 250 ألف ريال. تكون الحفل 21 في ميدان الملك عبد العزيز من 10 أشواط. في الشوط الأول وعلى مسافة 1200 متر استطاعت عقد اللؤلؤ والعائدة ملكيتها للصبل شواهد من خطف المركز الأول، بينما ذهب لقب الشوط الثاني من هذا السباق لصالح بإذن الله لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز. أما الشوط الثالث فقد استطاع أيضا العز لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز من تحقيق الانتصار والفوز بلقب هذا الشوط والحصول على جائزة نادي الفروسية التقديرية اللي كانت قيمتها 125 ألف ريال. والله الحمد لله الشوط كان ممتع، وكانت خيل معنا قوية، خيل الملك اثنين، والمسافة شوي يعني أسرع حصان أول مرة يدعس الفاربع اللي هو محسن الظن. الحمد لله يعني نافس ما شاء الله خيل الملك وحصل على مركز الثالث، والأول مسافة الحمد لله ترى ما شاء الله لو أنا دايسة قبل هالمرة نافس، بس الحمد لله خيال السعوديين ما شاء الله ينافسون الخيال الكبار اللي هم الأجانب ما شاء الله، وحققوا على قولتهم أخذوا جوائز كبيرة منها كوس ومنها ما شاء الله استغديريات وسيارات، الحمد لله من تطور لتطور، إن شاء الله نطمح نصير أفضل من الأجانب بإذن الله. أنا الحين حاليا خيال متمرن تقريبا معي 16 أو 17 كسبة، بإذن الله نطمح إن شاء الله نصير محترفين بإذن الله ننضم إلى أخواننا المحترفين. أما الشوط الرابع استطاع تحقيق المركز الأول طلاع لحاق للأمير عبد العزيز بن مساعد بن سعود، وقد كان المركز الأول من الشوط الخامس من نصيب الجواد تحكم للمالك الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الموسى، بينما ذهب لقب الشوط السادس لصالح أيوب العائد ملكيته لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز. طبعا الشوط لم تربح مسافة 1600 متر خلال 4 سنوات والخمس سنوات، شوط ممتاز نوعا ما، في خيل يعني مستوياتها متقاربة جميعها، كان أبرزها دياد يعني كانت جميع دائما في الميزان يعني، لكن اليوم أشوفها تقريبا ما قدمت شيء، عسى الله يوفق الجميع، يمكن عندها ظروف أو شيء، يعني الخيل كلها لها ظروف، أحيان تكون ممتازة أحيان تجيها ظروف إنه تعيقها عن السباق، لكن الله يوفق الجميع إن شاء الله. الخيالة يعني الحمد لله المملكة العربية السعودية من المنتجة للخيالين الممتازين، خاصة يعني في مناطق مثل منطقة القصيم ما شاء الله تبارك الله سنويا تبرز من 5 إلى 6 إلى 7 خيالة ما شاء الله تبارك الله، ومقدمين لهم دعم يعني ممتاز جدا، حاطين لهم أشواط لخيال المتمرنين، والآن ما شاء الله تبارك الله عندنا الخيالة يعني ينافسون الأجانب، يعني ما شاء الله عندك عبد الله العظيم ما شاء الله خيال سعودي، برضو محمد الدهام برضو، يعني خيال واجد ما شاء الله تبارك الله ممتازين جدا جدا جدا، واتمنى انهم ياخذون الفرص على الخيل الزينة في الكؤوس الكبرى، يعني لان الخيل الزينة تخدم الخيال اكثر طبعا. وكان الشوط السابع لصالح الجواد الرفيق الامين لمالك محمد بن محمد المطوع. الحفل كان اليوم بدايته من جدا جميل، في تشويق اليوم شفنا اسماء حلوه، شفنا احد نجوم من الاسطبل الابيض اليوم قدم مستوى مذهل وليس رائع، مستوى جدا مذهل فعلا، وهذه كعاده الاسطبل الابيض دائما يعودنا على النوعيات الفاخره، عموما احنا حتى الان في بدايه الموسم وقاعدين نشوف انه الاسطبلات قاعده تقدم افضل ما لديها، يمكن الحين صار يبدا التركيز على جياد السنتين، نبدا نحط النقاط على الحروف شوي عشان حنبدا الحين نقرب على كؤوس مهمه شوي تبدا تعطينا معطيات على الكاس النهائي كاس المؤسس. التغييرات صارت تغييرات كبيره، صار في تحسين بالنسبه للان، احنا شفنا في اسطبلات تعاقدت مع مدربين، في اسطبلات تعاقدت مع خياله، اسطبل الموسى على راس الهرم جاب الحين احد الاسطبلات الكبيره وجاب مدرب جنوب افريقي جدا ممتاز المدرب نيل بروس، هذا احد المدربين العالميين ومعروف وبدا يضع بصمات كبيرة، شفنا أسماء خيالة أبرزهم كان رجوع الخيال البنمي راموس،
فنتوقع أن البدايات هذه البارح في مزاد التتر سيلز في لندن، الأمير سلطان محمد عقد 3 صفقات، أحد الجيادة تم شراءه بصفقة تقريبا وصلت حدود 250 ألف باوند، الاسطبل الأحمر تم عقد صفقة ب 350 ألف باوند لحد أبناء الفحل الواعد كيب بلانكو اللي انتقل على اليابان. عموما في صفقات كثير، في خيل جروب 1 جاية، نتوقع يمكن يكون الموسم هذا من أقوى المواسم اللي مرت علينا، لأن فعلا كل سنة في تجدد ورغبة من الملاك في تقديم الشيء الأفضل. فسمو الأمير متعب الحين شغال على أنه قاعد يرفع مستوى السباقات لمستوى هاي كلاس أو مستوى عالمي دولي. دخول التجار، دخول رجال الأعمال، الشغف الكبير لدى الملاك، شيء قاعد يحفز الناس هذه أنها قاعدة تشتغل تقدم نوعيات جدا ممتازة، وإحنا هذا اللي نرقى له دائما. واستطاعت الفرس شقراء نوف لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير من السيطرة على مجريات الشوط الثامن. أما الشوط التاسع فقد استطاعت قاتلتي للمالك محمد نايف المرزوقي من خطف جائزة هذا الشوط البالغ 250 ألف ريال، وهي مساهمة نادي الفروسية. أما الشوط العاشر والأخير كانت الجائزة سيارة ومبلغ مالي قدره 120 ألف ريال، هدية نادي الفروسية من نصيب الجواد أند ليبل إنك لمالكه عبد الرحمن عبد الله المخضوب. We'll be right back.